VFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ وليد المعداوي من GFXAcademy.net. نبدأ نتكلم على طريقة إشهار المواقع. الحقيقة لما تيجي تتعامل مع أي حد لازم تبقى عارف هو بيفكر إزاي. أنا دلوقتي عايز أتعامل مع محركات البحث والأخص جوجل، مع أنه يهودي بس هو المشهور وهو المعروف لدينا إحنا يعني إيه العرب والعالم عامة. يعني أول حاجة جوجل بيفكر بطريقة منطقية شوية. هو أول حاجة بيبص عليها للموقع بتاعك شوية حاجات كده لازم أعرفها، وبيبعت لك شوية حاجات بيستنبط بيها المعلومات اللي بتخش على الموقع بتاعك. جوجل نظامه عاملين له عناكب أو سبايدرز أو بوت. العناكب دي عبارة عن برامج صغيرة كده بتنطلق خلال الشبكة العنكبوتية خلال الإنترنت، وبعدين بتيجي تبص على الموقع بتاعك وبتدي تصنفه بطريقة معينة هنتعلمها دلوقتي. اقول لك السبايدرز ده بيبص على ايه، بس خلينا نشوف الاول يعني ايه بوت او يعني ايه عناكب. لو انا جيت على المنتدى فيه الخاصية دي وجيت على المتواجدون الان او 17 عضو، هي ال دي، تعال بص كده هتلاقي في اعضاء بشر وفي اعضاء تانيين مكتوبين كأنهم ايه، بص عناكب مش عارف ايه. طب هو بيعمل اوتو ريفرش عناكب جوجل اهو، هي دي العناكب اللي انا بقول لك عليها. العناكب دي يا سيدي دي اللي بتبقى عباره عن برامج صغيره بتخش على الموقع بتاعك تبتدي تقرا اللي جواه. عناكب جوجل، وبعدين في عناكب تانية لموقع تاني البحث تاني اسمه مش عارف ايه كده، وفي عناكب بينج اللي هي بتاعت مايكروسوفت اعتقد، وفي يعني شايف انت كميه العناكب. محركات البحث بتعتمد على تصنيف المواقع حاجتين، يا اما عن طريق العناكب دي يعني برامج صغيره بتتعمل بتنطلق عشوائيه في جميع المواقع، بتبتدي تخش على الموقع بتاعك تقدر تبدا تصنفه بناء على الداتا او المحتوى اللي هو فيه. وخد بالك ان الانترنت دايما هو كونتنت، هو محتوى. لما تخش على الانترنت انت بتدور على ايه؟ على محتوى، فلازم يكون موقعك داخله محتوى وليس عبارة عن كوبي وبيست زي ما الناس بتعمل. الناس عايزة تعمل ويب سايت اسرع حاجة يروح داخل على موقع تاني وروح جاي عامل له داخل جواه واخد شوية مقالات كده وحاططها في الموقع بتاعه. اكبر غلط ممكن تعمله في حياتك، انت كده بتدمر الويب سايت بتاعك وبيتصنف تبع اليلو بيجز او الصفحات الصفراء او الصفحات الاحتياطية. هو كده كده قاري الموقع اللي انت خدت منه الخبر او الاعلان او المقال اللي انت واخده من الموقع اللي انت خدته منه، لان انت دورت مثلا ديكور، فدخلك على ايه؟ دخلك على الويب سايت اللي انت واخد منه المقال، فهو كده كده مصنفه وانت عايز تصنف بقى، فهو بيروح جاي ركنك انت في النسخة الاحتياطية. لما يبقى الموقع ده مثلا يقع ولا صاحبه يقلبه اي حاجة تانية يبقى يظهرك انت، تمام؟ فده غلط. جوجل من المحركات البحث بتعتمد على السبايدرز او البوت. السبايدرز ده زي ما احنا عرفنا هو ايه. في محركات تانية زي الياهو بتعتمد على الارشفة البشرية، يعني واحد زيه زيك كده بيخش ابتدي يعمل بطريقة معينة هناك استكشاف للمواقع الجديدة وابتدي يصنفها هو بنفسه، يخش على الموقع بتاعك يقيمه المحتوى، تمام الصور طيب كويس، الفيديوهات مش عارف ايه، يبتدي يقيمه هو ويديله ترتيب عنده هو كمحرك بحث. طبعا احنا بنتارجت على نظام العناكب لان هو ده فعلا التطور الجديد اللي موجود دلوقتي في العالم كله، سواء جوجل او بقية المنتديات التانية، اقصد المواقع البحث التانية بتعمله. تعال نشوف بيفكر ازاي. أول حاجة جوجل يبتدي يفكر بطريقة منطقية إزاي. هنفتح ملف وهقول لك جوجل بيبص على إيه. أول حاجة بيبص عليها الدومين بتاعك، هل ليه صلة بالكونتنت بتاعتك ولا لا. يعني أنا عامل GFXAcademy.net وتبص تخش جوه تلاقي الحرب على السودان، ما ينفعش، يبقى ده غير منطقي، يروح مأخرك على طول. ادي اول طلعة كده على طول.
تمام. تاني حاجة اسم الصفحة، اسم الصفحة اللي انت فيها، اسم الصفحة اللي انت فيها. يعني لو جيت دخلت على اي موقع، تعال نشوف نجرب المنتدى كده، لو في مثلا أكاديمية الريل فلو، بص هنا اسم الصفحة ايه؟ أكاديمية الريل فلو، يبقى اللينك هو اسم الصفحة. يبقى أنا من بره دخلت على أكاديمية الريل فلو، واسم الصفحة أو التايتل اللي فوق ده أكاديمية الريل فلو، وأبص ألاقي، أبص ألاقي جوه كمان داخل أكاديمية الريل فلو، غير إن ده موجود في العنوان فوق، أبص ألاقي هنا إيه؟ أكاديمية الريل فلو، أهو أكاديمية الريل فلو. بلاش المنتديات، خلينا نخش على أي موقع تاني، ولكن مثلا مصراوي. لو دخلت على مصراوي، تعال شوف الصفحة الرئيسية ايه، بتقول لك مصراوي اول واكبر بوابة مصرية، تمام. يبقى ده الصفحة الرئيسية، جميل. لو دخلت بقى على اي صفحة من دول، هتبص تلاقي متسمية بمين، بالقوى العاملة، بيقول لك ايه، اول وتاني ايام العيد اجازة باجر كامل للعاملين. تعال نبص كده، هي بالظبط القوى العاملة، اول وتاني ايام العيد اجازة بأجر كامل للعاملين. دي هنا اهو مراعاة التايتل بتاع الصفحة بتاعتي واسم الصفحة اهو، شايف هنا، يبقى هنا وهنا الاتنين نفس الحكاية مع اللينك بره. يبقى انت كده تخطيت اول 3 حاجات، اول حاجة دومين، تاني حاجة اسم الصفحة، تالت حاجة عنوان الصفحة، اسم الصفحة وعنوان الصفحة اللي هو فوق، جميل. يبقى ده عنوان سوري، ده عنوان الصفحة، ده اسم الصفحة. فجوجل بيخش اول ما بيخش البوت بتاعته او السبايدرز بتاعته، بيروح داخل على الدومين وداخل على الكيوردز، يبص يلاقي فيه شوية كيوردز بتاع ده، عارف ده موقع اخبار، طيب يروح داخل على اللينكات. اول حاجة اللينك، بيروح جاي داخل على اللينك، اول ما بيخش على اللينك يروح قاري عنوان الصفحة واسم الصفحة، بعد كده بيروح داخل على ايه. خد بالك من موضوع الكيوردز ده قوي قوي قوي، ليه؟ احنا يعني انا في الجزء اللي فات اديته يعني حقه ومستحقه، ان كنت بديت من هنا فانت ارجع خد الموضوع بالترتيب عشان ما تلخبطش. الكيوردز مهمة جدا. لو انت دخلت على الكيوردز بتاع الموقع ده، هيقول مثلا اخبار وكذا 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 وكذا. يا حبذا بقى لو انت تعمل كيورد واحدة بس في كل صفحة، حبذا لو انت عملت كيورد واحده في كل صفحه، ده هيصنف موقعك كويس جدا بطريقه تبدو وكانها حقيقيه. يعني ده اخبار كمان، كويس، ده خبر اهو. اقول لك مثلا تعال نقرا كده، اجازه كذا 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 معدل. ممكن مواقع كبيرة تبص تلاقيها مش عاملة الموضوع، بتعتمد على كمية الزوار، هي اللي بتصنفها في تصنيف عالي متقدم في محاكاة البحث. بس الصح اللي انت تعمل الكيورد واحدة على الأقل في كل صفحة. ويا حبسة بقى، يا سلام لو انت جيت وعملت اللينكات اللي بره دي فيها كيورد، عامل موقع أخبار خبر عاجل أو اخبار مصر او مثلا القوى العامه، دي ممكن تكون كيورد، تمام، ممكن تقول اشتباكات او اخبار، تمام، ممكن تكون حرب، ممكن تكون مصراوي دي اكيد كيورد، تمام. يا سلام بقى لو ده الكيورد دي مع لينك ويدخلك على صفحه فيها كل اللي احنا قلناه، وجواها كمان في كلمه مصراوي تتقال كذا مره بطريقه تبدو طبيعيه. يقدم موقع مصراوي اهو، هو كاتب دي ليه على فكره، يعني دي كده مكتوبة ليه، وبعدين هنا مصراوي اهو، بعدين هنا مصراوي، تعال نقول تاني، بص مصراوي تاني، مصراوي تالت، كويس.
وعامل لك كل ده ليه؟ وعامل لك كل ده عشان مش عشانك انت. يعني هو انت عارف ان دخلت على مصراوي خلاص، مصراوي ديلز، لا هو مش عامل لك انت الكلام ده، هو عامل للمحركات البحثية عشان يبدأ يقرأ ويدي وزن للصفحة، يبدأ يخش من بره مصراوي الكيورد جميل، روح داخل عنوان الصفحة، اسم الصفحة فيها نفس الحكاية، وبعدين لقى مصراوي دي فيها كذا مرة، يروح متقل الصفحة دي في محركات البحث ويحترم المحرك البحث ده والصفحة دي، يقوم مصنفها ترتيب عالي، حتى شايف هنا كمان حتى الصورة فيها مصراوي. الشيء الجميل قوي قوي انك تاخد بالك من اسماء الصور. تعال بص اسماء الصور كده، اسم الصورة دي ايه؟ دي كده غلط، اسم الصورة دي غلط. يا سلام بقى لو سماها مصراوي هي كمان. هو المحرك البحث لما بيخش على المقال بتاعك هو مش عارف الصورة دي فيها ايه، ما بيفهمش الصورة دي جواها ايه او الفيديو ده جواه ايه، بس بياخد اسم الصورة، بيعرف اسم، بيفهم اسم الصورة. لو اسم الصورة فعلا بيدل على المقال اللي انت حاطه او على الكيورد او على الحاجة اللي انت بتترجت عليها جوه المقال، يبقى كويس قوي. يبقى دي لو اسمها مصراوي بالعربي او بالانجليزي هتبقى احسن واحسن، هتدي ترتيب وتقييم اقوى بكتير. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية لما باجي بتعامل مع الفيديوهات، الفيديو داخل الموقع المحرك البحث ما بيقراش اللي جوه الفيديو، لكن بيحترم الموقع ده. يعني بيقول لك بطريقة منطقية، مش معقولة ان الموقع ده فيه كمية الفيديوهات دي كلها وتكون من دون محتوى، فبيروح مصنفه احسن، بيبتدي يحترمه، بيديله حاجة اسمها بيج ويت، يعني وزن الصفحات ووزن الموقع ككل، ابتدي يحترم الموقع، ابتدي يتصنفه احسن. دي كمان حاجة. يبقى نكتبهم الحاجات اللي احنا كتبناها. اول حاجة الدومين، اسم الصفحة، عنوان الصفحة، الكيوردز، جميل، ده الحاجات اللي بيراعيها اي محرك بحث خصوصا جوجل. بيراعي اسماء الصور اللي متسميها بيها، بيراعي الفيديوهات، او نقول يحترم الفيديوهات. كمان بيراعي جدا جدا الديسكريبشن او الوصف، الديسكريبشن او الوصف. يعني ايه الديسكريبشن ويعني ايه الوصف؟ تعال بص معايا كده على المقال اللي احنا فتحناه. المقال مكتوب طبعا بطريقة زي ما انت احنا قلناها دلوقتي، مكتوب فيه كذا مرة مصراوي، يقدم موقع مصراوي اكبر بوابة الكترونية في مصر. كل ده اراهنك على مليون جنيه او على اللي انت عايزه بعملتك ان دي كلها كده كيورد. يبقى هو حاطط لك الكيورد فين؟ في الديسكريبشن. كويس، طيب، وراح جاي عامل لك ايه؟ جاي كتب لك اللي هو عايزه، وبعدين راح جاي لازق لك مين؟ دير انديل عازمينك طول شهر رمضان، تمام، عبر مصراوي ديلز. هيكتب لك اكيد كل ما يخص المقال بتاعه بطريقه الكيوردز تكون موجوده، بطريقه الديسكريبشن ده ليه علاقه بمحتوى العنوان بتاع الصفحه واسم الصفحه. تمام، يبقى انا عرفت دلوقتي ان اسم الصفحه لازم يكون له علاقه مباشره جدا طبعا بالديسكريبشن، والديسكريبشن فيه الكيورد اللي انت بتتارجت عليها. في حاجه بقى كمان، يعني بالنسبه للموضوعات بتاع اللي فيها الفيديوهات، احنا زي ما قلنا دلوقتي هو ما بيعرفش اللي جوه الفيديو بس بيحترمه. طيب خلينا نشوف، تعالى نشوف الدرس الجديد ده ونشوف ونقارن بين حاجتين كده بساطة قوي. ادي درس
ادي درس موجود مكتوب، هيكون المحتوى بتاعه عن الاس بي موديلنج، اس بي لاين موديلنج على الماكس، اللي هو طريقه عمل مجسمات 3 دي بالشيبس، يعني بالشيبس اللي هي 2 دي. تعال نشوف ديسكريبشن بقى. انا كل ده بقول لك انا عايز الديسكريبشن نفسه. محرك البحث هيخش دلوقتي على او السبايدر بتاعته على الصفحه، لقى اس بي لاين ماشي كويس، ولقى هنا اسم المقال جميل، وهنا كمان اتكرر، وهنا كمان اتكرر، يبقى ده وزن. طيب تعالى بقى يقرا، هيروح جاي قاري جاي الكلام ده كده، هيلاقي انه يعني هو غير مفهوم، يعني غير مفهوم بمحتوى الدرس. هي لو كانت اللي شرح الفيديو ده لو كان وضح هو شرح ايه، هيبقى احسن، هيصنف الفيديو احسن. تمام، هو هيبدأ يقرأ الكلام، لان جوجل خد بالك جوجل بيمتاز انه بيحب الرغي، بيحب الكلام. هو لا ليه في صور ولا ليه في فيديو الا اللي احنا قلنا عليه، هو بيحب الكلام. تعال نشوف في حاجة كمان، انا كنت درس كان رد استفسار، كنت كتبته بطريقة معينة كده. قسم الطلبات والاستفسارات اهو، تعال شوف بقى، هنقارن بين يعني الديسكريبشن بتاع ده اللي انا كاتبه ده والديسكريبشن بتاع استاذه مروه وهي بتقول ديسكريبشن على الدرس بتاعها كنوع من الاستفاده. يعني السلام عليكم، ده يعتبر اول درس لي على الاكاديميه، ملناش دعوه بمحتوى هنا، ولكن يبقى الاول مش عارف ايه، معذره ان على الدوشه اللي جنبي، كل الكلام ده ملوش دعوه بمين الا العنوان بس. يعني العنوان ده كمان هيك احنا عاملينه على المنتدى، يعني لو ما كانش فيه الهاك ده ما كانش هيتكرر دي. تمام، فاذا الديسكريبشن ده اللي هيقراه جوجل واللي بيهتم بيه جوجل ملوش دعوه، ما يعرفش او ملوش علاقه باللي جوه. طيب تعال نشوف هنا، انا كنت هنا واحد طلب مني بيقول كيف اظهر القوائم التي على الجانب الايسر واللي فوق، وازاي اعمل تول بار خاص. انا قلت له ايه، تفضل الرد على استفسارك في التحكم بالاشرطه والادوات داخل الماكس وعمل الشورت كاتس. كويس، يبقى انا التحكم بالاشرطه، الادوات داخل الماكس وعمل الشورت كاتس، دي كده يدخل لي زوار، دي كده الموقع لما يخش يقرا كده يدخل لي زوار. لو اي حد، لو اي حد، لو انا هقول لك على حاجه، لو انا جيت خدت دي كده كوبي ورحت على جوجل رحت جايبها له كده، بس الاول بين علامتين تنصيص وروح جايز ضغطه، ما جابهاليش. تعالى كده والكلام ده كان لسه من يومين اعتقد، اللي هو لسه ما خدش الترتيب المظبوط. طيب ماشي مفيش مشكله، تعالى على اي حاجة تانية، تعال على موقع تاني ونقول مثلا لو العبارة اللي انا هاخدها كوبي بيست دي مش موجودة على صفحة تانية هجيب لي على الصفحة دي بالظبط. تمام، تعال نجرب دير انديل، لان انا بس ايه شايفه في كذا موقع تاني، تعال نشوف هجيب مي مصراوي ولا لا. دير انديل في كذا موقع تاني اهو، اهو شايف ده ليه هنا خد فوق كده، ممكن يكون الاعلان ده او الكلمه دي في كذا موقع، الكلمه دي اكيد 100% لانه اعلان عن برنامج كبير في كذا موقع، بس هو خد لي ترتيب متقدم ليه؟ لان الموقع اصلا عليه زوار كتير، فواخد ترتيب اساسا متقدم. تمام، وفي كي وورد طبعا وراعى الديسكريبشن. تمام، فخد ترتيب اهو، لو جيت ضغطت على دي هيلزقني في نفس الصفحه بالظبط ولا كلمه تانيه، ده اللي انا اقصده. تمام، يبقى المحتوى، يبقى الانترنت ما هو الا كونتنت،
كونتنت، خد بالك من الكلمه دي. اوعى وانت بتعمل ويب سايت تيجي تروح واخد كوبي بيست من اي حته. لو خدت كوبي بيست، غير في العنوان اللي فوق، وطبعا هتغير في عنوان المقال، وهتغير في الديسكريبشن بحيث انك تحط تعيد صياغته وتحط فيه كيورد من بتوعك. هتقول لي ياه كل دي مشكله، ده مشكله لما اعمل حاجه، ده هياخد مني وقت وتعب. ما تتعب يا عم، ما تتعب، مش دي حاجتك؟ سواء الموقع اللي انت عايز تعمله ده، سواء عايز تبيعه او مش تبيعه، مش دي حاجتك؟ اتعب شويه، ما فيهاش مشكله. وانت اساسا لو هتارجت ان الموقع بتاعك هتبيعه بعد كده، ده هيبقى خطير بعد كده. الدومين لما بياخد، او الموقع لما ياخد ترتيب، سعره بيغلى او سعره بيعلى، فلما تيجي تبيعه هيبقى كويس جدا. لو انت مش عايز تبيعه وعامله موقع خدمي او بيزنس او اي حاجه، طيب ماشي، ما هو هياخد ترتيب، يبقى حاجه رائعه. كويس، يبقى الديسكريبشن مهم جدا. تمام، ايه كمان بعد الديسكريبشن؟ هتبص تلاقي هيقول لك الترابط بين الصفحات. ايه العلاقه بين كل صفحه وصفحه؟ الترابط بين الصفحات، الترابط بين الصفحات ازاي؟ خد بالك الموضوع ده مهم قوي قوي. ما ينفعش يعني، بص هنا ما فيش ترابط بين الصفحات. تعال نشوف برضو في صفحه تانية يمكن مربط لي بين الصفحات في مصراوي. لا انا مش عايز ده خلاص، انا عايز ارجع ورا عشان الصفحه الرئيسيه. تعالى على بص اللينكات دي كده، تربيط بين الصفحه الرئيسيه ومين والصفحات اللي جوه، كل دي صفحات جوه. طب تعالى بقى لما اخش جوه داخل اي واحد من دول، هل هو عامل لي لينك لمقالات تانية او الصفحة الرئيسية؟ تعال نشوف كده، صورة على الكرة ماشي ماشي، واداني الديسكريبشن تمام، بس هنا بص مديني لينك على حتة تانية، ومديني فين لينكات على حتة تانية. كل دي لينك اهي، كل دي لينكات. والقوائم دي كلها على فكره بتقري لينكات، تمام؟ فانا بيهمني انك تربط كل صفحه بالثانيه، ربط دايما كل صفحه بالثانيه بطريقه تبدو مين؟ تبدو اكثر واقعيه. تعال نشوف موقع ياهو عامل حاجه عجبتني قوي. عرفت ان الواد او الناس اللي ماسكه الماركتنج بتاعهم تسويق الكتروني كويسين. تعال اضغط هنا، طبعا كل حاجه بلينك. هتبص تلاقي في وسط هنا برضو اهي، بس هما كانوا بيعملوا حاجه احسن من كده، انا ربنا يسهل ونلاقيها. هنا برضو في لينكات مودياك على حته تانية، مربطه كل حاجه بحاجه. وتيجي تخش جوه تبص تلاقي دخلت في حته وبعدين دخلك في حته تانية. تيجي تخش مالكش حل، يعني شبكه عنكبوتيه. هتبص تلاقي داخل من هنا طالع من هنا، داخل من هنا طالع من هنا، وهتبص لنفسك يمكن كمان تنسى اللي انت كنت داخل علشانه الاساسي. فانت خد بالك دايما، اعمل لنفسك حدود في البحث، دايما اعمل لنفسك حدود في البحث، لان دي شبكه عنكبوتيه، وده داخل في ده وده داخل في ده. كل التربيطات دي بتديك وزن للموقع، تمام؟ ويا حبذا لازم يكون اسم اللينك هو بالظبط اسم الصفحه. يعني اسم اللينك ده هو بالظبط الاسم اللي فوق، اوعى تغير في الكلام ده. يعني اللينك هو اسمه، هو اسم نفس عنوان الصفحه، من هنا من فوق ومن تحت، وديسكريبشن راعيه، تمام؟ وما تخليش نفسك تتلخبط، يعني دايما تبقى عارف انت عايز ايه، دايما تبقى عارف انت عايز ايه، وما تنساش الكلام ده ولا تتجاهله. دايما خده. خلاص انت دلوقتي بتتعلم الكورس او شاري الكورس ده ليه؟ علشان انا اعمل ريبليس من اللي انا مش عارفه للي انا عارفه. اوعى تستسهل وتقول يا عم مش مشكله، لا معلش، يبقى انت ما كنتش خدت الكورس. يبقى خلي معاك الكورس دايما، كل كلمه انا قلتها عيدها مره واثنين وثلاثه لغايه لما خلاص تحفظها ميه.
بعد كده تيجي مرحلة التطبيق اللي احنا هنعملها دلوقتي، ونعرف هنعمل بروجكت ازاي، نربط نفسنا ونعمل كل ده ازاي. تمام؟ بس انا دلوقتي بوريك الناس ماشية ازاي والصح ماشي ازاي. مواقع ذات صلة اهو، حتى على المنتدى لو انت دخلت على اي حاجة هتبص تلاقي هنا شوية لينكات. الكلام ده لازم لازم، مفيش موقع يعمل كده، مفيش موقع محترف ما يعملش كده. تمام؟ الموقع اللي ما يعملش كده معلش يبقى صاحبه ما يعرفش ماركتنج، ما يعرفش تسويق الكتروني. في حاجة أخيرة عايز أنوه عليها، أسماء الصفحات. خد بالك إن اسم الصفحة، اسم الصفحة بيبان هنا. تعالى على مثلا موقع من المواقع اللي أنا عاملها فور سمارت ويب. الموقع ده لو جيت على أي قائمة من دول تبص تلاقي سيرفيس أباوت تيم بورتفوليو هوستنج بلان كده. لو انت ضغطت على اباوت يبقى اسم الصفحه اباوت، ما تقولش اباوت وتقول مي، ما تقولش سيرفيس وتقول برودكتس، لا. او ما تديش رقم، في ناس بتدي رقم 1 2 3، يعني تقول لك والله انا هستسهل وهي دي اول واحده اللي اسمها اندكس. وبعدين طبعا الكلام ده ملناش دعوه فيه بجملة، يعني جملة بيديك عنوان وانت تكتب، ما تجيش تكتب رقم، ما تجيش تكتب مثلا اي كلام، ما تكتبش سبيسنج ماشي، ما تعملش كلمتين كده مثلا وتروح كاتب، ما ينفعش. هيديك شرطة في يعني لو انت عامل استاتيك ويب سايت، استاتيك من غير دايناميك يعني مش داتابيز، هبص تلاقيه ما قرش الصفحة، وقع لك الصفحة. لو انت عامل دايناميك اوتوماتيك جمله بيروح عامل لك شرطه كده بين الكلمتين، لا، الشرطه دي تكسر لك اللينكات، حاجه اسمها كسر اللينكات. ده مش حلو ابدا علشان محركات البحث. انت دايما دايما خلي على طول لو انت حاطط 3 كلمات حطهم في بعض، حطهم ورا بعض. يعني هوستنج بلينز، تعالى كده انا كاتبها ازاي، هوستنج بلينز، ما عملتش بقى شرطه. انا ممكن اعمل شرطه كده وهي الصفحه اسمها كده، لا ما ينفعش، يبقى كله في بعضه. دي حاجه مهمه قوي. في حاجه اخيره كنت عايز انوه عليها اللي هي الاتش 1. الاتش 1 ده اللي هو العنوان، اكبر عنوان اللي هو العنوان الرئيسي، زي مثلا العنوان ده اتش 1. لما تيجي تخش على دريم ويفر مثلا، خش لك على دريم ويفر بسرعه كده، مش مشكله تسطب دريم ويفر، بس انا لو انت هو مش عندك يعني، انا بس هقول لك على حاجه كده عشان اقول لك ايه اتش 1 واتش 2 واتش 3 ايه. تعال نعمل واحده اتش تي ام ال، وتعال نعمل هنا كلمه مثلا ونقول جي اف اكس اكاديمي. هنا في ال HTML بعدين فورماتنج، وبعدين بيظهر لك بقى ده يا ترى هتعمله ده الباراجراف، يعني ده الباراجراف ده الكلام اللي هيبقى في الصفحة في محتوى، يعني ده الستايل اللي هياخد بيه المحتوى بتاع موقعك الخط ده، ولا H1. H1 تعالى كده لما تغطى عليه بتبص ليه كبير قوي، لو H2 بتلاقيه أصغر شوية، H3 أصغر، H4 أصغر. تمام؟ يبقى ال H1 ده هو العنوان الرئيسي، العنوان الكبير قوي اللي انت بتحطه. لو العنوان الكبير ده مرتبط بالمحتوى يبقى دي حاجه كويسه جدا، ارتباط مباشر. وحاول حاول دايما في اول 3 أو 4 سطور اللي هو جوجل بيهتم بيهم قوي، لو فيها الديسكريبشن، يكون في تكرر نفس العنوان ده او تقول منه كلام كتير. يعني تعالى نشوف كده، انا ممتاز مش عارف ايه، لاعب وسط البرتغال اهو، لاعب البرتغال مش عارف مين، يعني شايف، بص هنا الكلمات بيكررها هو ازاي، اسينا 14 اغسطس مش عارف مين، عزز فلان بطل الدوري اليوناني لكرة القدم صفوفه في الموسم الجديد، شايف. وهنا دي كده متكررة اهو، ودي هنا متكررة اهو، كان ممكن يكررها لك لزق خبط، بس هو مديها لك بطريقه احترافيه، مديها لك بطريقه تبدو
حقيقية، اللي انت عادي خالص ما بتقولش ايه ده مكرر نفس البتاع العنوان والكلام ده، تمام؟ فهو ادي الموضوع بتاع تفكير جوجل. جوجل بيفكر بالطريقة دي. هنقول فوق كده طريقة، هسيب لك الورقة دي، طريقة تفكير جوجل ومعظم محركات البحث. دلوقتي انا عرفت طريقة التفكير، هل لما بعرف طريقة تفكير حد ما اقدرش اتعامل معاه؟ لا خلاص، انا كده قدرت اعرف الراجل ده بيفكر ازاي عشان ابدأ احط محتوى يعجب جوجل. انا مش عايز يعجب، انا يعني مهم قوي يعني، ماشي يعني يعجب الناس وكل ده، بس انا عايزه يتحط بالطريقة اللي بيفكر فيها جوجل. ليه؟ عشان يرتبني ترتيب كويس، تمام؟ في حاجة كمان، حاجة اسمها بوابات محركات البحث. يعني ايه بقى بوابات دي؟ لو انا جيت على موقع ياهو مكتوب في الاول، تعال بص هو عامل بوابات ولا مش عامل بوابات. اول حاجة هو عامل لك الرئيسية العربي والانجليزي، دي ادي بوابتين، بوابة عربي بوابة للانجليزي. تعال نشوف، بص بقى هنا، دي كلها كده بوابات، دي كلها بوابات، ومهم قوي اللينكات فيها. يعني ما تحطيش البوابات صور، تمام؟ لان احنا عارفين خلاص، عرفنا طريقة التفكير بتاعت محركات البحث وجوجل، ان هو بيحب الكلام، حط له كلام وجنبها ماشي صورة معبرة، ماشي مش مشكلة، في المنيو او منيو او بوابة كده بره، مثلا HTML كده، وبوابة كبيرة فيها مثلا صورة كبيرة زي ما انت عايز، وتحتها اسمها باللينك بتاعها باسمها، خلاص. فادي البوابات هنا، البوابات دي يحبها قوي قوي جوجل او محركات البحث. لو انت ضغطت كده دخلت بوابة اسمها السيارات، يبقى داخل جوه والمحتوى عن السيارات، ما تقوليش المحتوى عن الاكلات، ما ينفعش، يبقى ده مرتبط بده. دي حاجة مهمة قوي. وبعدين بيديك كمان في تكتيك كمان، فيه تعال نبص عليه كده. لو انت دخلت على اسلام، بص هنا ستاب دومين على ياهو مين؟ مكتوب، صح؟ لو انت دخلت كده على ياهو الاساسي، هتبص تلاقي الدومين زي ما هو، خلاص. لما اشترى موقع مكتوب العربي، عمل له سب دومين، ادي بوابه، خلاص، ادي بوابتين كل واحده على سب دومين. هعرفك ازاي تعمل السب دومين ده، موضوع سهل جدا من داخل السي بانل او داخل الاستضافه. تعال شوف بقى البوابات دي، هل معمول لها سب دومين برضو ولا، وده الاحسن. تعال العاب، ناخد بالنا، بص سب دومين تاني جيمز، ما عملكش فولدر جوه كده وعمل لك الجيمز. بشوف انا بعض المنتديات بتعمل الحته دي، وبصراحه ما ينفعش، لانه بيعمل اولا لود على الباند ويدث بتاع الـ الدومين الاساسي، بيعمل عليه لود اكتر من اللازم، وبعدين ما بيتصنفش كويس برضو بالطريقه الاحترافيه. لو انت جيت شفت فورمز، يعني الجي اف اكس معموله بسب دومين، ده الصح. ويا حبذا بقى لو انت عندك كذا موقع وتربطهم ببعض، بس هو على حسب التكلفة اللي انت عاملها، شوف انت اللي يريحك. طالما انت عندك دومين واحد، استغله واعمل عليه سب دومينز بكل البوابات. تعالى منتديات، لازم هتلاقي كل واحدة بسب دومينز، اهي مكتوب فورمز، ده عامل سب دومينز في السب دومينز، او عامل ده كله، يعني هو عامل سب دومينز في السب دومينز، تمام. تعالى نشوف سياحة، وافتح عقار، وافتح مدونات. هنا عامل موقع تاني وربطه بيه، وهنا موقع تالت. شوف اسم الموقع اهو، لسه انا كنت بقول سلام بقى لو تعمل مواقع وتمسكها ببعضها كلها، بس على حسب التكلفة اللي انت عاملها. شايف مكتوب بلوج، حاجة تانية خالص، مش ياهو خالص، ولا أي حاجة دوت ياهو، تمام. هنا تعالى هنا نشوف كمان، حلوة نيويورك، ما بحبش على فكرة تفكير موقع ياهو لأنه يهودي أصلا برضو للأسف. شايف هنا، أدي سب دومين. يعني أنت عرفت التكتيك بقى، هتعمل
بوابات اعمل لها سب دومينز او مواقع تانية. بس خد بالك ما تعملش ده معروفة، قاعدة معروفة تسويقية، ما تعملش حاجة غير ما تستقر على الحاجة اللي انت فيها. يعني دلوقتي انت قدرتك ان انت تعمل 100 موقع، ما فيش مشكلة خالص، قدرتك الفكرية والمادية ان انت تعمل 100 موقع، بس مش من الطبيعي ان انا افتح كذا فرع للمشروع بتاعي وانا لسه ما استقرتش في اول فرع. يبقى انت استقر الاول في الفرع بتاعك، وبعدين اعمل الفرع التاني والفرع التالت والفرع الرابع زي ما انت عايز. وكمان لو انت تعبان من الكتابة اللي انا بقول لك لسه، اتعب شوية واكتب، هات واحد يكتب، هات لك واحد يكتب مكانك، مفيش مشكلة خالص. تمام، ادي طريقة التفكير بتاعت المواقع البحثية او بالاخص جوجل. راعي ريت كل ده، وراعي طريقة الكتابة الصحيحة، لان الكتابة لها اصول اللي احنا قلناها، طريقة المحتوى وسرده، وطريقة تفكيرك انت وانت بتقرأ او بتحط المحتوى، دايما يكون حصري، دايما ما يكونش نسخ من مواقع تانية. وان حبيت تنسخ غير المحتوى او غير الكلام والعنوان، ودايما تعمل له ابديت. طول ما في ابديت بيبدأ يدخل لك السبايدرز اكتر. السبايدرز الطبيعي ان هو بيتعمل لك زيارة كل يوم، كل يوم مرة او اتنين او تلاتة. لو لقى مفيش ابديت في الموقع بتاعك، يعني المحتوى متغير، في محتوى جديد، تمام، مش هيخش لك. يعني دلوقتي احنا كل يوم بنلاقي حاجة جديدة على الموقع، على ياهو مثلا، ان جوجل دخل عليه النهاردة وما لقاش محتوى هيخش له بكرة، مش هلاقي محتوى. هيروح داخله بعد يومين مش هلاقي محتوى، هيروح داخله بعد اسبوع برضه مش هلاقي محتوى جديد، هيخليها كل شهر، هيخليها كل 3 شهور، هيخليها كل سنة مفيش محتوى. يبقى انت راكن الموقع، هتبص تلاقي نفسك ترتيب الموقع بتاعك في اليكسا نزل خالص. تعال نشوف ايه اليكسا ده. اليكسا ده موقع، في مواقع كتير غير اليكسا، بس انا بقول خلينا في اليكسا دلوقتي. لو انا جيت دخلت على اليكسا، تمام، وقلت له gfxacademy.net عشان اشوف الترتيب بتاعي، الترتيب بيجي بناء على الزوار. تعال نشوف ترتيبه كام دلوقتي. بقول لك اليكسا ترافيك رانك هو بقى على مستوى العالم 400,000 84,500، تمام، ده على ترتيبه على مستوى العالم، ترتيب متقدم، هو ترتيبه متقدم ودي نتيجة كويسة. واخد الكام على الايجيبت، واخد رقم 3,325، ترتيب كويس في خلال السنة بتاعتنا. الرانك بتاعتنا شوف اهي، ده الرانك هو نفس دايما تقريبا الترتيب، تمام. ده تعرف، تقدر تعرف من الموقع ده الترتيب الموقع بتاعك وترتيبه على مستوى العالم، وهو كمان لينكد مع كذا موقع، كم موقع. الحته دي فكرتني بحاجه انا كنت هنساها على فكره، في حاجه مهمه جدا، ترابط الموقع بتاعك بالمواقع التانية، دي حاجه مهمه جدا وما تتجاهلهاش، ما تتجاهلهاش. وكلم زمايلك من اصحاب المواقع لو انت هتعمل موقع، وكلم المواقع التانية بس اللي في نفس مستواك. يعني ما تجيش تكلم موقع زي ياهو، انا عايز اعمل معاك تبادل اعلاني، حط لي لينك وانا اعمل لك لينك عندي، انت مين؟ لا، احنا نبقى تفكيرنا منطقي، تفكيرنا واقعي، ونشوف المواقع اللي في نفس مستوانا في عدد الزوار وعدد الاعضاء، تمام. يعني موقعك لو انت عندك مثلا 2000 3000 عضو، شوف لك موقع في نفس الرينج 2000 3 4 ماشي، مش هقول لك لا. ويا سلام لو كان في نفس النشاط يبقى احسن بكتير، يبقى انت بتزيد فرصه ان الزوار يجولك لانك انت في نفس المجال، انا جرافيك وهو جرافيك، تمام، فالطبيعي اللي هيخش عنده هيخش عندي. انما لو انا جرافيك وهو سيارات، طب ماشي، ما انا احط لينك عنده ولينك عندي والموقع هيصنف ويخش محركات البحث وتعمل لي وزن حلو وبتاع، خصوصا لو انا حاطط مثلا اللينك بتاع موقع جي اف اكس اكاديمي في، بقول لك 42 موقع 42 موقع غيري. يعني هو كده دلوقتي لو دخل على 42 موقع التانيين لقى اللينك بتاعي هيديني انا وزن، تمام، ادي وجهة النظر. بس لو انا حاطط ده بالنسبة لموقع البحث وعمل اللي عليه، طيب عدد الزوار
يبقى انا قضيت جهد ووقت على الفاضي. يبقى انا كلمت الراجل وقعدت بقى مش عارف ايه، وقال لي ماشي حاضر، وصممت له مش عارف البانر اللي هيحطه او اعلان ومش عارف ايه والكلام ده، وجبت الموافقه منه. وفي الاخر بعد كل ما يجيش زوار يجي واحد او اتنين من موقعه، لا مش منطقي. يبقى اضرب عصفورين بحجر، عاد الزوار ومحركات البحث بالطريقه دي. حط دايما بقدر الامكان يعني تتبادل الزيارات او تتبادل اللينكات مع المواقع المشابهه للنشاط. ممكن لو انا جرافيك احط في موقع يختص مثلا بالكمبيوتر، مش هيقول لا يعني، الزوار برضه هيخش. انما ما احطش موقع بيختص بايه، السيارات او الديكور او الكلام ده، بعيد عني. هيحقق لي الهدف من محركات البحث، بس عاد الزوار كأن تقريبا شيء لم يكن. دي يمكن اخر نقطة كنت بدور عليها وبقولها، وخلينا نكتبها برضو، الترابط بين المواقع الاخرى. اعتقد ان انا قدرت اغطي طريقة تفكير جوجل ومحركات البحث كلها، عشان بعد كده نعرف هنكتب مقال او مقالين ونربطهم ببعض ونشوف فين في جملة الكلام ده في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.